قبل شهر على نهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان وبعد شهر على لقاء الرئيسين جو بايدن وأشرف غني في البيت الأبيض، حالة من الانزعاج تسيطر على الرئيس الأفغاني مع استمرار زحف طالبان ميدانيا. الرئيس الأفغاني أشرف غني وفي أحدث تصريح له حمل الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الأوضاع، معتبرا أن الوضع الأمني المتردي سببه الانسحاب الأمريكي المفاجئ من البلاد. غني وربما لأول مرة يعترف بأن حركة طالبان ليست متشرذمة وإنما حركة منظمة ولها قيادة. على الأرض تقترب طالبان من السيطرة على عواصم 3 ولايات رئيسية واستراتيجية في طهران في أفغانستان بشكل واضح، أبرزها قندهار وهيرات. وبموازاة الانزعاج في العاصمة كابول، هناك حالة قلق في واشنطن حيال ضرورة التحرك بسرعة لإنقاذ نحو 50,000 أفغاني من قبضة طالبان. فقد نجح مشرعون وجماعات مناصرة للموظفين الأفغان في الجيش الأمريكي في تمرير قانون بمجلس الشيوخ لتسريع عملية نقل الآلاف من هؤلاء الأفغان. حتى في البيت الأبيض تجرى تحضيرات جديدة لإصدار برنامج جديد يوفر الفرصة لاستقبال بعض الأفغان كلاجئين في الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية بأن قائمة المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا مع منظمات إعلامية مقرها الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية أو على مشاريع مدعومة بتمويل أمريكي. زموږ د اوسني وضعیت لامل دا و چې تصمیم ناڅاپه ونیول شو. ما د امریکا جمهور رئیس ته وویل چې پرېکړې ته درناوی لرم ځکه د هغوی فیصله وه، خو زه پوهېدم چې دا پرېکړه ځینې پایلې لري او د خطرونو مدیریت به د افغانانو په غاړه واچول شي. Wonderful day when you put into a single span of 24 hours, the Senate passes a supplemental security bill with nearly $1 billion to help Afghans relocate to the United States, to increase the number of special immigrant visas from 11,000 to 19,000. وينضم إلينا في هذا النقاش عبر سكايب السفير سيد جلال كريم، سفير أفغانستان السابق لدى المملكة العربية السعودية، ومن كابول مولوي عطاء الرحمن سليم نائب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ومن واشنطن أيضا السيد إبراهيم الأصيل الباحث في معهد الشرق الأوسط. أهلا بكما إلى هذا النقاش. أبدأ بواشنطن. السيد إبراهيم، صوت الهجوم على الإدارة الأمريكية ينطلق هذه المرة من مدفع الرئيس الأفغاني نفسه، يحمل إدارة بايدن المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية ويقول أنه طالبهم بالبقاء ولكنهم على ما يبدو خذلوه. ماذا نفهم من هذا التصريح؟ مرحبا بك وبالضيوف الكرام. أعتقد أن الحكومة الأفغانية تحاول التنصل من مسؤولياتها، وهنا أنا لا أقول بأنه لا يوجد أي لوم على الحكومة الأمريكية وأن كل القرارات الأمريكية كانت صائبة. بالتأكيد ارتكبت الحكومة الأمريكية عدد كبير من الأخطاء، وفي هذا الانسحاب أيضا لم يكن مدروسا بالشكل الكافي، وهي الآن ترتكب خطأ آخر. ولكن بنفس الوقت وعلى التوازي من ذلك، الحكومة الأفغانية لم تقم بتحمل مسؤولياتها كما يجب. ففي النهاية أفغانستان يجب أن تكون محمية من الحكومة الأفغانية وليس من الحكومة الأمريكية، والحكومة الأمريكية والقوات الأمريكية عاجلا أم آجلا ستغادر أفغانستان. لا يمكن للقوات الأمريكية أن تبقى إلى الأبد في أفغانستان، وهذا التوجه ليس توجه الرئيس بايدن فقط، هذا التوجه بدأ مع ترامب واستمر الآن مع بايدن. هناك شبه توافق بين الجانبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة الانسحاب من العديد من المواقع
المواقع التي تقاتل فيها القوات الأمريكية سواء في أفغانستان أو في الشرق الأوسط وغيرها، لأن ذلك لا يمكن استدامته، ولأنه يكلف ويحمل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من طاقتها على المدى الطويل. لذلك أعتقد بأن الخطأ مشترك، ولكن بنفس الوقت لا يمكن تحميله لواشنطن بشكل كامل. نعم سيد مولوي، كيف ترى ما يذكره السيد إبراهيم؟ لأن هناك أصوات تعالى في أمريكا يعني مساندة لفكرة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ويقولون لكم تحملوا مسؤولية بلادكم، لن نبقى معكم حتى أبد الدهر، عليكم أن تتحملوا دوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. بايدها ونبايدها، ما يجب وما لا يجب في مجال الحرب والسلام في أفغانستان موجودة. هناك كانت أعمال كان من المفروض أن تتم، وكان هناك أعمال لم يكن ضروري القيام بها، ولكن النقاش حول الماضي لن يخلق لنا حلا. نحن نبحث عن سبل للتوصل إلى السلام. أي طريق يجب أن نبحث عنه ونحاور حوله، وعبر الحوار نصل إلى التوافق، وعن طريق التوافق نصل إلى سلام عملي مع طالبان. بالطبع قبل مجيء الأمريكان كانت الحرب موجودة في بلادنا للأسف، وفي فترة تواجد الأمريكيين الحرب استمرت، وبعد خروج الأمريكان للأسف نحن نواجه حروب أشد من الماضي، وعندما يخرجون بالكامل سوف نواجه حروب أخرى، ولكن المهم كيف يمكن أن نسيطر على طرق تضمن انتهاء الحرب ويبدأ الحوار ونتمتع بدعم الشعب الأفغاني ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي، أن تمارس الضغوط لكي يبدأ الحوار ويتم التفاهم وعملية السلام تنجح، حتى شعبنا يتجنب القتل والتشرد والمزيد من اليتامى والقتلى. ونعتقد بأن الأمريكان عاجلاً أم آجلاً كانوا سيخرجون من أفغانستان، ولكن المهم ما هي الطرق التي نبحث عليها بعد خروجهم من أفغانستان؟ نحن الأفغان، طالبان أم الحكومة، أن ندرك الواقع في أفغانستان ونجد لغة التفاهم، وبلغة التفاهم والثقة المتبادلة أن نصل إلى تفاهم ينتهي إلى عملية السلام في أفغانستان. نعم، ولكن معالي السفير هناك تساؤلات مطروحة وبشدة في هذه اللحظات. أي منطق وأي عاقل يمكن أن يقول أو يتفق مع أن الترتيبات تأتي بعد هذه الفوضى الحالية؟ البعض يرى أنه كان يجب إعداد سيناريو جيد لترتيبات الخروج، ثم من بعد ذلك تأتي الخطوة الخاصة بالانسحاب. أما أن يتعجل الجميع بغض النظر عن أي أطراف ويتم الإقدام على هذه الخطوة دون ترتيبات، هذا هو السبب في المشهد الذي نلاحظه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين العربية ولضيوفك الكرام. في الحقيقة أنا ما أدري نتكلم عن أي استعجال. إحنا قوات الأمريكية موجودة في أفغانستان منذ 20 سنة، وأكثر من سنة وتقريبا 18 شهر الحكومة الأمريكية كان يتفاوض الطالبان الخروج، وتاريخ الخروج معروف، كان من بداية يعني عرفت أنه في خروج القوات الأمريكية، ولكن الحكومة الأفغانية
ما صدقت أنه ممكن يكون هناك حقيقة خروج. وأيضا كان الحكومة الأفغانية دائما تخطيطها للمستقبل أنه طالبان حركة ما عندها قيادة، أنه هناك دائما اختلافات بينهم، أنهم 3-4 جهات مختلفة، وأن الجهات هذا لا يتفقون مع بعض والكلام من هذا النوع. ثم الحكومة للأسف الشديد أيضا ما كان فخامة الرئيس ما كان جدي في اقتراحاته في للمفاوضات. كيف يعني؟ يعني الحكومة بنفسها ما عندها أي برنامج يعني للمفاوضات، إلا إنه تعال يا طالبان ادخلوا معنا في الحكومة نعطيكم كم وزارة، أو اقبلوا بانتخابات اللي هو قبل انتهاء مدة الرئيس. وخلال 20 سنة الماضية احنا شفنا إنه طالبان رفضوا رفضا باتا دخول في الحكومة، وأيضا رافضين في السنتين الماضيين أي فكرة الانتخابات. فهذا بحد ذاتها يدل لشيء واحد، إنه الحكومة غير جادة في تقديم اقتراحات ممكن يوصل أفغانستان للمصالحة. أنا شخصيا كنت في كابول قبل شهر ونص، واجتمعت بكافة زعماء الأحزاب السياسية الأفغانية، وأيضا بالمثقفين وبالرؤساء الجامعات، والجواب كان واحد، كل الأفغان ودهم المصالحة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كلهم مقتنعين أنه يجب أن يكون هناك حكومة انتقالية لنوصل للحل. وشيء ثلاثة، أنه يجب على الطرفين أنه يعني يكون عندهم الاستعداد أن يتنازلوا، ويجب على فخامة الرئيس إذا شاف أنه في أفغانستان ممكن يجي صلح والمصالحة والأمن عن طريق أنه هو. ألا تشعر معالي السفير أنك بذلك تظلم الحكومة الأفغانية؟ أنت تحملها المسؤولية وحدها، رغم أن هناك طرف آخر وهو طالبان يستخدم العنف، يستخدم القوة، يستخدم السلاح، يتحرك بشكل واضح على الساحة، ويحاول أن يسيطر بأكبر صورة ممكنة. ليس هناك تكافؤ في القوة بين الطرفين حتى يكون هناك حديث من هذا النوع، هكذا يرى البعض. كيف ما في؟ الآن لا ننسى أنه 150 مليار دولار صرفت في أفغانستان، تريليون دولار القوات الأمريكية، وجود القوات الأمريكية ودعم الجيش الأمريكي فقط للقوات الأفغانية 83 مليار دولار، عدد القوات الأفغانية 300,000 جندي. فكيف نتكلم أنه ما نتكلم عن توازن القوة؟ إحنا مشكلتنا سوء إدارة في الأجهزة الأمنية للأسف الشديد في إدارتها، سوء إدارة في مواضيع المصالحة نفسها، في إدارة الملف المصالحة من قبل فخامة الرئيس، على الرغم أنه هناك أخوان في المجلس العالي للمصالحة أنه ودهم يوصلون للاتفاق، ودهم يعني. أنا قابلت بعض المفاوضين اللي اجتمعوا مع طالبان، كلهم يقولون إحنا مقتنعين أن يجب يكون هناك تغيير في أفغانستان، حكومة انتقالية. نعم. ولكن لما أحد من الصحفيين سأل فخامة الرئيس إيش رأيك، قال هيئات التفاوض لا، ما عندهم الصلاحية أن يتفاوضوا فيما يخصني أنا. فإحنا ما نعم. ما نتكلم هذا الكلام. معالي السفير، يجب أن أحيله في هذه اللحظة للسيد مولوي. معالي السفير يقول أن حكومة أشرف غني هي من تتحمل المسؤولية، هي التي لا تريد أن تحرك مسار السلام بشكل إيجابي، هي التي لم تتوفى لديها الإرادة الحقيقية حتى اللحظة، إذا كنت قد فهمت هذا الأمر. وأن أشرف غني حينما يتحدث عن الأمر أراك تبتسم، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هل تتفق أم تختلف مع هذا الكلام؟ طبعا ما بالطبع بعنوان معاون الشرعي للمصالحين الملي بصفتي مساعد مجلس المصالحة الوطنية بنيابة عن هذا المجلس أتحدث. نحن في هذا المجلس لعدة مرات رفعنا أصواتنا وقلنا للطالبان ولأصدقائنا في الداخل وفي الخارج، وأكدنا لهم بأن الحرب ليست هي الحل، بل الحوار هو الذي يوصلنا إلى السلام عبر التفاهم وعبر الحوار. وللوصول لتفاهم داخلي هذا هو كان موقفنا ولا يزال هو موقفنا، دون شروط مسبقة، دون أن نحدد خطوط حمراء، نحن على استعداد للمناقشة حتى توصلنا إلى السلام.
أنتم تشاهدون يوم قبل عيد الفطر المبارك عبد الله سافر إلى قطر وكان يحمل معه صلاحيات كاملة ليمثل موقف الجمهورية الإسلامية الأفغانية وطرح هذا الموقف وأكد فقال بلا شروط مسبقة مستعدين للمفاوضة. في اليوم الأول كانت المفاوضة جيدة وكان من المفروض المناقشة تكون حول ثلاثة محاور أساسية: إيجاد الثقة، الدستور، وخارطة الطريق لأفغانستان بمجملها. هذا هو موقفنا، وأن يتم مناقشة هذه المحاور الثلاثة والعمل عليها ودون شروط مسبقة وبدون قيود مسبقة، ونحن مستعدون في أي وقت للمناقشة حول المحاور الثلاثة مع طالبان ونتفق حولها، ومصرون على أن دون الدخول حقيقي إلى الحوار الحقيقي للسلام ودون شروط ودون خطوط حمراء لا يمكن أن نصل إلى ما يتوقعه منا شعبنا والمنطقة تتوقع منا والعالم يتوقع منا، ونحن مصرون على موقفنا، وأنتم تدركون بأن عملية المصالحة هي من باب المفاعلة. هذا يعني إنها تريد من الجانبين أن يدخلوا في المفاوضات، ولكن لا شيء يحدث على الأرض. ولكن أتوقع حول ما ذكره السيد ديفيد بيترويس، وكان قائد للقيادة المركزية الأمريكية في أفغانستان ومديرا للسي آي إيه. حينما يتحدث هذا الرجل يجب أن نتوقف أمام عباراته. سيد إبراهيم هو يحمل إدارة بايدن المسؤولية ويقول أن أمريكا أصبحت في موقف حرج أمام العالم. أمريكا التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية بشكل كبير وحقوق المرأة تتخلى عن الأفغان بهذه الصورة، ولا حتى تفرض شروط على طالبان وتضغط عليها وتستخدم ورقة البقاء الأمريكي حتى كنوع من التفاوض. هذا تحميل مباشر لإدارة بايدن حول مسؤولية ليس فقط من الناحية الأدبية والأخلاقية ولكن أيضا من الناحية العملية. كلام ديفيد بيترويس صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن فكرة استخدام القوة من أجل محاولة جلب الديمقراطية لأي بلد من البلدان حول العالم أو حتى لحماية حقوق الإنسان. الاستراتيجية السابقة كان لها بعض الجوانب التي رأى البعض أن فيها جوانب إيجابية وكان لها جوانب سلبية. الولايات المتحدة كثيرا ما انتقدت على تدخلها، كثيرا ما انتقدت على دورها حتى في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من الدول حول العالم. لذلك وصلت المؤسسات الأمريكية إلى قناعة بأنها لا يمكن بأن تذهب حول العالم وتحاول تغيير شكل أو نمط الحياة في هذه الدول، وخصوصا أنها عاجلا أم آجلا ستنسحب. الدرس الذي تعلمته من أفغانستان خلال العقدين الماضيين بأنه لا يمكن تغيير ما يجري في بلد ما فقط عن طريق استخدام القوة وإرسال الجنود أو حتى المساعدات المالية والمساعدات الإنسانية. يجب أن يكون هناك لاعبين وفاعلين على الأرض من أجل هذا التغيير الحقيقي. وهنا تأتي معضلة طالبان بأنها فاعل موجود داخل أفغانستان. هي طبعا فاعل ولاعب مخرب، ولكن بنفس الوقت لاعب عضوي موجود في أفغانستان، له علاقات كبيرة بين القبائل والعشائر وما إلى ذلك. من وجهة نظر واشنطن، ولكن يعني هذا الأمر سيد إبراهيم، دعنا نتحدث بصراحة، يعني وكأننا أمام يعني خناقة بين ثلاثة أطراف. طرف يقول الحمد لله سأخرج وأترك الجميع يفعلوا ما يشاءون في أنفسهم. لا يمكن أن يتم تصور هكذا أمر. إذا كانت الولايات المتحدة لم تكن بحجم ومسؤولية حقيقية تستطيع أن تتدخل، لماذا تدخلت من البداية؟ ما حدث اليوم يقول أن ما فعلته طوال 20 عاما الماضية بلا أي فائدة.
بلا الكثير من الفائدة. كان هناك بعض الفائدة بأنها في النهاية استطاعت القضاء على شكل الحكومة الذي دعم القاعدة وأدى إلى هجمات على الأراضي الأمريكية. كان هذا هو الهدف المباشر والأساسي للتدخل بأفغانستان، وهو أن الحكومة طالبان حينها رفضت تسليم المتورطين من القاعدة في هجمات 11 من سبتمبر. الآن تنظر واشنطن إلى ما يجري في أفغانستان، هذه الكارثة وهذا الانهيار الذي يحصل أمام أعيننا بشكل يومي كما تفضلت أستاذ رشا، تنظر إليه على أنه أمر سيء وكارثي، ولكن ما الذي يشكله على الأمن القومي الأمريكي؟ من وجهة نظر واشنطن، ربما يكون خاطئ أو صحيح، من وجهة نظر البيت الأبيض بأنه لا يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي في أفغانستان، بل على العكس ربما تتحمل واشنطن فاتورة أعباء كبيرة في أفغانستان يجب على منافسيها الأساسيين حول العالم تحملها أيضا، وهما روسيا والصين. ترى الولايات المتحدة أن هذه الكارثة لن تعود فقط أو لن تقع أو يقع عبئها على كتف واشنطن، وإنما أيضا على موسكو وبكين، ولذلك تريد أن ترى كيف ستتصرف كل من روسيا والصين الآن بعد الانسحاب الأمريكي. وطبعا أن أمنها القومي غير مهدد، وهل حينما حدثت أحداث 11 من سبتمبر لم يكن أمن الولايات المتحدة الأمريكي مهدد؟ هذه فرضية تحتاج إلى مراجعة على أي حال. لكن هناك من يرى أن بكل الأحوال وجود الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، وكما ذكر معالي السفير، لن يستمر لأجل طويل، كان سيخرجون بشكل أو بآخر. الكاتب الصحفي الأمريكي دانيال دي بيتريس يقول بشكل واضح أن مدير المخابرات الأسبق يقول أن واشنطن لم تدخل إلى أفغانستان من أجل نشر ديمقراطية، وطالبان لن تستسلم حتى مع بقاء القوات الأمريكية، فضلا عن أن أفغانستان تعيش مسألة الحرب الأهلية منذ سنوات، يحاول أن يبرئ ساحة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن معالي السفير، تحدثنا من قبل معا في هذا البرنامج أنا وأنت معالي السفير، وكان هناك بعض الآمال العريضة على أن الأمور لن تسير بهذا المشهد، وأن طالبان لن تستولي على الحكم بالقوة، وأنه ستكون هناك مفاوضات. بصراحة شديدة، يوما بعد يوم تتأكد القناعة لكل المتابعين أن المشهد ليس جيد على الإطلاق في أفغانستان، وأن هذا السيناريو الحالم بأن الأمور ستعود بشكل جيد غير مطروحة اللحظة. ماذا تقول؟ احنا يجب ان نقول انه لا زال هناك امل في المصالحه، وان المصالحه هي الطريقه الوحيده للوصول الى حل في افغانستان. ولا طالبان ولا الحكومه يقدر يفرضوا رايهم عن طريق القوه مهما كان نوعيه هذا القوه، بالخصوص انه المجتمع الدولي بالخصوص افغانستان الان متفقين، الصين، روسيا، امريكا، اوروبا، حتى دول الجوار افغانستان، اوزبكستان، تاجكستان، تركمانستان، ايران وباكستان، كلهم متفقين انه الطريق الوحيد للخروج من هذه المشكله هي التوصل الى حكومه مؤقته يشمل فيها كافه الافغان، طالبان، الحكومه وغيرها. ولكن نرى في نفس الوقت عناد شديد من فخامه الرئيس واعضاء وبعض اعضاء الحكومه، مش كل الاعضاء الحكومه، وبعض اعضاء الحكومه، انهم يعني اعلان الحرب وتجيش الميليشيات. احنا في افغانستان عانينا من موضوع الميليشيات، ومليارات الدولارات صرف ان بسحب البرنامج دي دي ار لسحب السلاح من يد الشعب، والان خارج النطاق وزاره الدفاع وخارج النطاق وزاره الداخليه والقطاعات الامنيه يرجى يتسلح الشعب تحت اسامي مختلفه، اربكيه او الحمايه الشعبيه وغيرها. هذا لن يكون الحل. الحل هي الحكومه الانتقاليه اللي كل العالم متفقين عليها، ويجب على مجلس المصالحة الأفغاني دكتور عبد الله وغيرها من السياسيون رفع صوتهم بكل وضوح انه نعم التغيير لازم يكون، وكل ما اسرع فخامة الرئيس واعضاء الحكومة الأفغانية بالجلوس لطاولة المفاوضات و إقناع نقطة الخلاف الرئيسية هنا معالي السفير فيما تطرحه، أن لدي مشكلة كبيرة أنه يتم إغفال الجانب الآخر في هذه المعادلة، وهي حركة طالبان. ليس لدينا ضمانات حقيقية بأن طالبان ستدخل إلى طاولة المفاوضات بشكل جيد. هي تريد أن تفرض أمرا واقعا على الأرض من السيطرة والنفوذ، وتقول بعد ذلك نتفاوض ولكن بشروط القوي وليس بشروط المعادلة المتساوية على طاولة المفاوضات.
الحكومة الأفغانية فقدت أصدقائها كلها. خلينا ننظر نرجع كم سنة وراء، الحكومة الأمريكية كان معاهم، أوروبا كان معاهم، روسيا كان معاه، الصين كان معاه، وإيران كانت صديق جدا للحكومة الأفغانية. الآن كل الحكومات هذا قررت أن الحل الوحيد هي المصالحة وتشكيل حكومة جديدة، ما عدا حكومة الأفغانية، ما عدا الحكومة، ما عدا فخامة الرئيس. كل حلفاء أفغانستان الآن قرروا وقف بالحياد، روسيا الآن بالحياد، إيران بالحياد، الصين بالحياد، الولايات المتحدة الأمريكية حتى يقولوا لازم. المؤتمر الروما قبل كم يوم أعلنوا بكل وضوح. فهي المشكلة يجب الصوت، يجب أن نكون مقتنعين الحل، يجب جيران أفغانستان يتدخل، ويجب ضغط دولي على الحكومة وعلى الطالبان الجهتين أنه يكون الاتفاق على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ما يمكن والوصول إلى حل. أنا أحتاج من السيد مولوي إجابة صريحة هذه المرة على ما يقوله معالي السفير. بصراحة شديدة، معالي السفير يتحدث على الأقل هو واضح في حديثه، يحمل الحكومة الأفغانية المسؤولية كاملة ويقول أنكم أنتم من تعجزون عن إقامة السلام وتقديم الرؤية لتغيير هذا الواقع. لا أريد منك سيد مولوي التفسيرات الخاصة بالمصالحة، الجميع مع المصالحة، ولكن هل الرئيس يقف عقبة أمام المصالحة هو والحكومة الأفغانية؟ هذا ما يقوله معالي السفير، وأنا لا أهدي نفوس، أنا فقط أقول ما يقوله. أنتم تعلمون بأن موقفنا واضح وجلي، أي حكومة لمستقبل أفغانستان وأي نظام لمستقبل أفغانستان مقترح من قبلنا أو مقترح من قبل طالبان، نحن نعتقد يجب طرحه على طاولة المفاوضات. وأتذكر بأن إحدى المناقشات بيننا وأفغانستان في طوحة مع طالبان في دوحة مسألة خارطة الطريق سياسية لأفغانستان، نحن لم نبدأ في الحوار حول النظام السياسي المستقبلي لأفغانستان. لهذا السبب نحن نصر بدون قيد وشرط وبدون مقدمات أن تستعد حركة طالبان، فنحن مستعدون أن نناقش كيف يكون النظام المستقبلي وكيف نصل إلى هذا النظام عن طريق طاولة المفاوضات. ليس نحن فقط أن يمكننا أن نوافق، ولا حتى طالبان لوحدهم يمكن أن يتفقوا على هذا الخارطة. يجب توافق الجانبين على تركيبة وعلى نظام مقبول للجانبين وللشعب الأفغاني، لدول المنطقة وللمجتمع الدولي، ويكون نظام تشارك فيه كافة فئات أفغانستان وكافة قوميات أفغانستان وكافة سكان أفغانستان يرون نفسهم في هذا النظام. أن يكون هذا النظام ممثل حقيقي للشعب الأفغاني. لذا أعتقد عندما يصل النقاش إلى هذه النقطة موقفنا واضح، لذا كل ما هو خير الشعب الأفغانستان ويكون لصالح الشعب الأفغانستاني ولصالح هذا الشعب نحن نريد ذلك ونريد أن نتفق عليه وندعمه حتى يتطور. وإلى أن تصلوا إلى ذلك يظل النزيف في المعارك، يظل النزيف في الأرض من المدنيين إلى أن يقضي لها أمرا كان مفعولا. نذهب إلى جون سوباكو وهو المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان. هو يحاول أن يلخص بشكل كبير أسباب الإخفاق الحقيقي في أفغانستان حتى اللحظة، ويقول أن الغرور الأمريكي كان السبب بشكل واضح في هذه المأساة. ويقول أيضا أن إخفاء حجم المشاكل وحجم قوة طالبان وضعف قوات الجيش والشرطة الأفغانية هي سبب فيما آل إليه المشهد في أفغانستان. سيد إبراهيم لتكن معي حكما في هذه النقطة، معالي السفير يحمل الرئيس الأفغاني والحكومة المسؤولية باعتبار أنه السلطة ويجب أن يكون لديه رؤية ليتحرك، في حين أن سيد مولوي يتحدث عن الإطار الخاص بهذه المفاوضات ويقول أنه إذا قدم الطرف الآخر يده بنية سليمة سنكون مستعدون. لا أحد يفهم إذن من العقبة في سبيل السلام في أفغانستان.
الجميع مسؤولون والجميع ارتكب أخطاء، والمسؤولية من واشنطن إلى كابول تقع على عاتق الجميع. ولا يمكن أن تصل أفغانستان إلى حل، ولا يمكن أن ينعم الأفغان بسلام وبأمان دون أن يكون هناك عملية تفاوضية حقيقية. اللاعب الغائب في كل هذا هو الأمم المتحدة. الآن الأمم المتحدة البعثة الدولية سيتم تجديد تفويضها في الشهر المقبل. من الضروري جدا أن يكون المبعوث إلى أفغانستان ذو صلاحيات واسعة من أجل التوسط، وأن يكون مدعوما بشكل كبير وكامل من أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة لملء هذا الفراغ. الآن الانسحاب الأمريكي سيشكل فراغا كبيرا في أفغانستان، يجب أن يتم ملء هذا الفراغ قبل أن تستمر طالبان بملء. ومن الضروري جدا أن يكون هناك قوة دولية تتفق فيها القوى العظمى حول ضرورة الوصول إلى حل في أفغانستان وضرورة التوسط من أجل الوصول إلى حل مستدام. بالإضافة إلى ذلك وعلى التوازي، يجب أن تستمر الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم الجوي للقوات الأفغانية. الآن الانسحاب الأمريكي وصل إلى 95%، ولكن في الأسبوع الماضي رأينا ازدياد في حدة وعدد الضربات الجوية الأمريكية داخل أفغانستان. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قادرة على استمرار تقديم هذا النوع من الدعم بناء على القوات المحدودة التي ستبقى من أفغانستان في أفغانستان. ولكن حتى اللحظة لا طرف من الأطراف الثلاثة التي تحدثت عنها تحرك قيد أنملة لتغيير هذا الوضع القائم، ودليل استمرار المعارك بهذه الصورة. معالي السفير سيد جلال كريم، سفير أفغانستان السابق لدى المملكة العربية السعودية، شكرا لك معالي السفير. ومن كابول ملاوي عطاء الرحمن سليم نائب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، شكرا لك سيدي. ومن واشنطن أيضا السيد إبراهيم الأصيل الباحث في معهد الشرق الأوسط، شكرا لك.